السلام عليكم. عليكم السلام، ده باش مصطفى. الحمد لله بخير. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، انا سالتك من 4 ايام على سؤال وانت جاوبتني بس مش فهمت الاجابه خالص. قلت لك ان انا عندي اخوات وانا جوزتهم من جبل خاص، وانا عندي عند وريع وهو مريم عند مراد، انا عايز اخدم المراد من عايز اخدم عن تكاليف الجواز من المراد. مش عارف انت حضرتك قلت لي ايه في النهايه وانا ما فهمتش. ايوه، مرحبا بك يا ابا احمد، اهلا وسهلا. عن سؤالك ايها الاخ الكريم حتى يذكره الناس، انت ذكرت انك لك اخوات، بعد ان مات ابوك جهزتهن، فلما جئنا يطالبن بالميراث وانت ما اخبرتهن انني اجهزكن من ميراثكن، جئنا بعد مده يطالبن بالميراث بعد أن منعت الميراث عنهن، قلت لهم لا أنا زوجتكن وسأخصم قيمة الزواج. فقلت لك إذا كنت شهما وعملت عملك الأول لوجه الله لا تأخذ منهم شيء وسلم لهم الميراث. إذا كنت يعني فقير خذ منهم الأساسيات فقط، لأن البنت ما قالت لك شات لي دي فريزر مثلا، قالت لي سجاجيد واقسمها من راسي، ما طلبت ذلك. انت عملت شهم ورجل وبعد كده ترجع في كلامك. لا كفايه علي، سيبهم لله، الراجع في بيته كالكلب يرجع في قيئه، يغفر لك ربي.